كوستا لم نشاهد شيئا من تسريباته في هذه الأمسية. يعطي الكرة إلى جوناس البرازيلي في وسط الملعب، وهذه كرة رأسية في المرمى، هدف أول لمصلحة فالنسيا. ينجح سولدادو أخيرا في إصابة الشباك، ينجح سولدادو الهداف في زيارة مرمى تيمو كورتوا الحارس البلجيكي العملاق. ومن المفارقة أن تأتي الكرة في الهواء، أن تأتي رأسية. سولدادو يحرز هدفه الرابع في الليغا ويصبح مباشرة خلف كريستيانو رونالدو الهداف الأول بخمسة أهداف حتى الآن. فرحة كبيرة لفريق فالنسيا بهذا الهدف الذي أحرزه سولدادو في الدقيقة 52، وكان هناك إنذار من حكم المباراة يبدو لسولدادو لأنه خرج من الملعب في طريقه للاحتفال بهذا الهدف الأول في هذه المباراة والرابع لسولدادو في هذا الموسم. لاحظوا ميغيل يرفع الكرة وسولدادو يصعد إليها بالرأس، يضعها تحت العارضة تلامس العارضة مباشرة وتسكن المرمى في المقص الأيمن لمرمى تيمو كورتوا. وفرحة سولدادو وفرحة جماهير فالنسيا بهذا الهدف الأول.